نعم، كيف ستؤثر سيطرة الجيش على مثل هذه القاعدة في الخرطوم أولا الكتومي على سير المعارك هناك؟ بالتأكيد طبعا المنطقة بتاعت الخرطوم هي كانت واحدة من 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 اللي بتمثل تواجد كثيف بالنسبة لقوات الدعم السريع، إذا كان في منطقة الخرطوم بالتحديد أو في المنطقة بتاعت شرق النيل، الاثنين مع بعض يعني في امتداد الخرطوم. فهذه القاعدة يعني وهي أصلا يعني استخدامها بالذات بالنسبة للطائرات، طائرة الهليكوبتر، يعني طائرة الهليكوبتر هي مكان لاستخدام هذه القاعدة. فبالتالي بالتأكيد دخول هذه الطائرات يعني واستخدامها حيكون له تأثير كبير، ودي واحدة طبعا من الأشياء المخيفة واللي تسجل قلق بصورة كبيرة جدا، وده واحد من 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 الذي يعني جعل الكفة تميل في صالح القوات المسلحة واللي هو الطيران. نعم. وبالتالي دخول الـ 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 الهليكوبتر والمسيرات من هذه القاعدة أنا بفتكر إلى حد كبير جدا حيكون لها تأثير كبير جدا بالذات في منطقة الخرطوم. وهو في تقديري التمشيط بدأ من المنطقة دي اللي هي منطقة جبل أولياء، واللي هي منطقة جبل أولياء هي في الحدود مع ولاية النيل الأبيض، واللي كان فيها تواجد لقوات الدعم السريع، فبدأ التمشيط من هذه المنطقة، وكذلك طردهم من منطقة الدفاع الجوي كذلك، والمسألة أصبحت مستمرة لبقية الخرطوم. وبفتكر يعني في القريب العاجل، ما بفتكر أنه أكثر من أسبوع، حيشهد في تقديري من خلال المتابعات أنه لو استمر الوضع بهذه الصورة وبهذه الكثافة وبالذات الوجود على الأرض إذا كان في منطقة الخرطوم أو في منطقة أم درمان، حيتم إن شاء الله يعني نظافة هذه الجيوب الموجودة في داخل الخرطوم. نعم.